دكتور حسام هيدخل الانتخابات الرئاسية، دكتور حسام مش هيدخل الانتخابات الرئاسية، ما القول الفصل في ذلك؟ الحقيقة مرعبة. احنا تعودنا ان احنا في كل أزمة سياسية نوقف العمل في الدستور ونصنع دستورا جديدا يترجم رؤية الكسبان. الكسبان في اللقطة مش الكسبان في الفيلم. الإعلام ما هواش حر ومكبل بشدة. انا مش شايف ان العمل الحزبي في مصر مؤثر، مش شايف ان المناخ ده يسمح بالانتخابات الحرة. هل مقولة ما لا يفعل يفسد تنطبق على الأحزاب سواء كانت أحزاب موالاة أو معارضة؟ أنا مش عارف يعني إيه أحزاب موالاة. أنت لو حزب غير حاكم تبقى حزب معارض، أما حزب غير حاكم وموالي للحكم فلينضم إلى الحزب الحاكم. عمل الحزبي تقريبا موقوف عن العمل. السلطة التشريعية والرقابية تحت أمر السلطة التنفيذية هوش عمل حزبي جاد. أحيانا بتبقى السلطة السياسية قصده انها تخلق تضارب المصالح في لحظة ما، لما يتعرض عليا ان انا اكون وزير صحة وانا املك واحدة من اكبر المستشفيات وشركة تأمين صحي، لا ده تضارب مصالح، مهما قلت هيبقى تضارب مصالح. ايه تفاصيل لمحاولة اغتيال عمر سليم؟ انا لم احضر اجتماع واحد في اي اعداد لان يكون الاستاذ جمال وريس. اخر 5 سنين في حكم الرئيس مبارك هي افضل 5 سنين، مش اسوأ 5 سنين. الحزب الوطني كان داخله طيار اصلاحي محترم جدا. قارن ده بالنهاردة، المستفيد من شكل الاقتصاد المصري النهاردة هي مجموعات ناس ليس الوطن. اللي انا قلقان منه ان اجهزه الدوله هي المستثمر الرئيسي في البلد. ده انا نفسه اللي اسقط الاتحاد السوفيتي. انت المستثمر لما يبص داخليا ويلاقي ان المستثمر الداخلي المصري مش قادر يعني مكبل بالقرارات الحكوميه والضرائب اللي بتتغير والمسائل المعوقه له وان هو متهم في جميع الاحوال، يجي لك ليه؟ السعوديه رؤيتها 2030 ان القطاع الخاص يبقى من 60-70% من الاستثمار. احنا كنا 70% من الاستثمار، بقينا النهارده حاجه و20%. خطا استراتيجي. وجود مؤسسات اقتصاديه ماليه خارج الموازنه، يعني ما بتتحاسبش من البرلمان، يعني ما اقدرش احكم اولوياتها. واللي يقول لي ايوه هي خارج الموازنه عشان ايسر انتوا زعلانين ليه؟ لا، هي الاراضي بتاعت مين؟ الاراضي بتاعت الشعب. ما فيش حاجة تخرج برا الموازنة. كان يجب الإنفاق ببزخ على التعليم والصحة. الآن مصر يعني تستطيع أن تنفق على التعليم والصحة؟ طبعاً. سيكون المخرج بعد ربما 10 سنين أو حتى بعد جيل. إحنا في أدنى مراحل التنمية الإنسانية. عيب. لا يصح. ما فيش بلد هتقوم من غير طفرة في التعليم. كل يوم بننتظره. الفرصة بتروح أكتر. يعني بروتوكولات حكماء صهيون هتجد ده بتتنفذ النهاردة. دي مش مؤامرات، ده خطط. هقولك إيه، طبعا إحنا لم يحدث في تاريخ مصر وضع اقتصادي بهذا السوء. أهلا بكم مستمعي ومشاهدي منصات ذات مصر، ولقاء مع المفكر والسياسي الكبير ومستشار الحوار الوطني الدكتور حسام بدراوي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك دكتور. بداية يعني كيف ترى مسار الحوار الوطني حاليا؟ مش عارف أجاوبك أقول لك إيه، لكن أنا كنت كلفت أن أكون مستشار الحوار الوطني وعملت جزئية واحدة في هذه الاستشارة. أنا مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، لأني كنت أرى أن الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولى في كيفية حكم البلاد بشكل مؤسسي، قائم على ركنين أساسيين هما التنمية الإنسانية والعدالة الناجزة. فقدمت ورقة بحكم اشتراكي في وضع رؤية مصر 2030 بمحتوى رؤية مصر 2030، لكني لم استشار بعدها ولم أدعى بعدها في أي حوارات. فأنا عملت الجزئية الخاصة بي في جلسة الافتتاح وتقديم المستندات والوثائق لرؤية مصر 2030.
كيف ترى مسار رؤية مصر في 2030؟ الرؤية لما اشتركت فيها في 2014 و15 مفروض ان الرؤية بتبقى ملخصة لآمال وطموحات البلاد، لكن الحكومة عليها والمؤسسات عليها أن تضع استراتيجيات لتطبيق الرؤية، يطلع منها برامج، يطلع منها أهداف محددة ووسائل تحقيق الأهداف وكيفية قياس ذلك. أنا في رأيي إن ده ما تمش بعد رؤية 2030. ما الذي تحقق من الرؤية؟ أقدر أكلمك على التعليم وأقدر أكلمك على الصحة، لكن أنا شايف إن ما تحقق من الرؤية لا يتعدى 20-30%، وأعتقد إن إحنا تأخرنا قوي، إن باقي في الرؤية 7 سنين ولازم تتطور الرؤية إلى رؤية 2070 مش رؤية 2030. هل هو هروب إلى الأمام أم عدم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه؟ لا، هو لما تقول رؤية الناس مش عارفة إن لو رحت السعودية دخلت جامعة أو مدرسة هتلاقيهم حاطين الرؤية وبيتكلموا على رؤية السعودية 2030. لما سافر واروح برينستون ولا هارفارد هتلاقي رؤية الجامعة من البواب تحت للمدرس عارفها. احنا الرؤية ما حصلهاش تسويق ولم يتم أخذها بجدية كافية من الإعلام، بس على فكرة ده طبيعة ثقافية في المجتمع بتاعنا الوقت. ما احنا حاطين دستور لكن الكثير من رؤية الدستور مش منفذة ومحدش زعلان، والرؤية محطوطة لكن لا تنفذ. أنا شفت قرارات اقتصادية الحكومة واخداها عظيمة جدا لكنها لا تطبق. فاحنا عندنا ثقافة كده بتاعت نقول ما لا نفعل ونفعل ما لا نقول. بالنسبة لمواد الدستور، أحيانا لا يتم تعديل الدستور إلا لمصلحة السلطة القائمة، ما تعليقك على ده؟ والله دي حاجة الحقيقة مرعبة، لأن الدستور مفروض اتفاق أمة على توجهات للبلد. إحنا تعودنا إن إحنا في كل أزمة سياسية نوقف العمل في الدستور ونصنع دستورا جديدا يترجم رؤية الكسبان. الكسبان في اللقطة مش الكسبان في الفيلم. يعني رؤية دستور 23 كان دستور محترم، دستور 71 كان دستور محترم، عايز تعديلات لكن مش عايز ان احنا نلغيه تماما ونبتدي من اول وجديد. فكرة المرجعية عندما يختلف الناس وتختلف الادوات لازم يبقى في مرجعية واحدة نرجع لها كلنا، ما نقدرش نخرج عنها. لو كانت المرجعية بتتغير في كل أزمة يبقى ما عادش دستور. دكتور حسام، يعني تردد كلام كثير حول دكتور حسام هيدخل الانتخابات الرئاسية، دكتور حسام مش هيدخل الانتخابات الرئاسية، ما القول الفصل في ذلك؟ لا، مش داخل انتخابات رئاسية وعندي أسبابي. ما هي هذه الأسباب؟ أولا أنا الموقع بتاع رئاسة جمهورية مصر ده موقع في غاية الخطورة، أنا أخذه بجدية شديدة جدا. وعشان تخش في موقع سياسي زي ده أنت محتاج أدوات ومحتاج مناخ يسمح بالمنافسة ومحتاج أن يكون وراك قواعد مؤسسية وشعبية وحزبية تؤيد هذا الاتجاه، ويبقى في وضوح في الرؤية مختلفة عن اللي موجود. ما هو لو كنت احنا هنعمل اللي موجود ونكرره فما فيش داعي ان حد يدخل الانتخابات فيما عدا شيء واحد، وهو الإيمان بتداول السلطة حتى لو كنت هتعمل نفس الحاجة، لأن تغيير الأشخاص جزء من تجديد الحيوية وتجديد الدماء. أنا مش شايف أن العمل الحزبي في مصر مؤثر يتحكم فيه الآن الأجهزة الأمنية، وأن الإعلام ما هواش حر ومكبل بشدة فيما عدا يعني مساحات ضيقة جدا.
فأنا مش شايف إن المناخ ده يسمح بالانتخابات الحرة. أنت لما تكلم الأجهزة المختلفة تقول لك أنا خايفين من الفوضى وخايفين من المجتمع يتفك وأمامنا تحديات. أنا عارف الكلام ده ومقتنع بيه، وشايف إن في ناس كويسة جدا في البلد وفي ناس كويسة في الحكومة، ولا مانع على الإطلاق إن هم يبقوا كويسين، لكن نغيرهم برضه. ده وجهة نظري، أن تدور السلطة هو أساس الأساس الرئيسي لتجديد الدماء والانتقال إلى مراحل جديدة. أنت تؤيد التغيير الكلي الشامل أم التغيير التدريجي؟ وهل يتحمل المجتمع الآن ظروفه وإمكانياته التغيير الكلي الشامل؟ بص، التغيير الكلي الشامل ده بيحصل في الثورات. أنا مش بتاع ثورات، أنا رجل أؤمن بالتغيير التدريجي، وأؤمن بالإصلاح، ولا أؤمن بأن أنا أهدم كل حاجة وابتدي من أول وجديد، خصوصا أن مصر دولة عظيمة جدا وفيها مكونات حضارية غير مسبوقة في أي دولة أخرى. إيه اللي يضمن أن الإنجاز يتم البناء عليه؟ تداول السلطة. لأن عدم تداول السلطة أو السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، ليس اتهاما لأحد ولا اتهاما للموجود، لكن هي دي طبيعة الحياة. أنا في رأيي كل اللي خرجنا بيه إيجابا فعلا من 2011 كان تداول السلطة أو الإصرار والإقرار بأن يكون في تداول السلطة. هل مقولة ما لا يفعل يفسد تنطبق على الأحزاب سواء كانت أحزاب موالاة أو معارضة؟ أنا مش عارف يعني إيه أحزاب موالاة. أنت لو حزب غير حاكم تبقى حزب معارض، أما حزب غير حاكم وموالي للحكم فلينضم إلى الحزب الحاكم إذا تواجد. دكتور حسام، يعني حضرتك ليك تجارب حزبية، يعني كانت في الحزب الوطني وأنشأت في يعني في بعد الثورة حزب الاتحاد. يعني كيف، لماذا لم يستمر أولا حزب الاتحاد في التواجد في الصورة؟ حزب الاتحاد لما كونته بعد الثورة مباشرة كان عدد المؤسسين فيه حوالي 300,000، وأنا كنت قلق في بعد 2011 هو الناس شايفة السياسة هتمشي إزاي. وحقيقة الأمر أن في أول انتخابات كان ليه ممثلين في البرلمان، لكن اتضح لي بعد شوية أن العمل الحزبي تقريبا موقوف عن العمل، وأنا لا أحب أن أنا أدخل في مسرحيات. أنا رجل فعال، لو كنت هكون مؤثر أشتغل، مش مؤثر أجعل سبيلي للتأثير. في رأيي أن سبيلي للتأثير دلوقتي هو أن أنا أقول وأكتب وأوثق آرائي وخبرتي، لكن العمل الحزبي في إطار أن السلطة التشريعية والرقابية تحت أمر السلطة التنفيذية مهواش عمل حزبي جاد، وفي إطار أنك ما تقدرش تكلم الجمهور وتقنعه بوجهات نظر مختلفة، في رأي تمثيلية مش صح. رغم اعترافي أن في فترة ما بعد الإخوان كان في فراغ سياسي يجب أن تملأه الدولة، لكن دي فترة انتقالية في رأيي أنها انتهت 2018. استكمال ده تزايد. حضرتك كنت في مراكز صنع القرار خلال ثورة 25 يناير. الكواليس، يعني آخر لقاء ليك مع الرئيس الراحل مبارك، ماذا دار بينكم؟ وهل كان السيد جمال مبارك في هذه المرحلة فاعل؟ وفي سؤال آخر سيسأل عما تردد عن دوره في محاولة اغتيال عمر سليمان. أولا يعني تفاصيل اللقاء الأخير بين حضرتك وبين الرئيس مبارك. آخر لقاء لي مع الرئيس مبارك الله يرحمه كان بناء على اتفاق بيني وبين السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، اللي احنا كنا متفقين فيه أنا وهو على أن أفضل الأمور أن الرئيس يتنازل عن الحكم ويطلب انتخابات رئاسية مبكرة في إطار بعض تعديلات مواد في الدستور عشان يطمئن الناس
إن المرحلة الجاية بتلبي أحلام الشباب. انتخابات رئاسية مبكرة هو مش هيدخل فيها لأنه أساساً كان فاضله 8 أشهر ولا حد من أسرته علشان الانطباع اللي لدى الناس اللي كان موجود. ده كان آخر لقاء بيننا وبين بعض، وفي آخر هذا اللقاء اللي أخذ حوالي ساعتين وشوية كان هناك اتفاق أنه يخرج الرئيس ويعلن ذلك للمجتمع، وأنا كان عندي رسالة من الشباب في ميدان التحرير 12 واحد أنهم ممكن يقفوا وراه وهو بيعلن ذلك، تأييدا لفكرة انتقال مصر الشرعي والدستوري لمرحلة جديدة يعني تحقق أحلام المصريين. ده كان الاتفاق، لكن تم الرجوع فيه بعدها ما غدرت، ما عرفش السبب ايه. اعتقد ان كان في ناس يعني بتقولوا لازم يتعمل استعدادات لذلك غير موجودة، واقنعوه بالانتظار، وفي رأيي ان كان كل يوم بننتظره الفرصة بتروح اكتر. يعني هل كان الأستاذ جمال مبارك في خلال فترة 25 يناير يرى أن حلمه في حكم مصر يتلاشى، وبالتالي كان بيحاول أن هو يتمسك بتلابيب الواقع؟ الحقيقة لا، الحقيقة أن كل ما أنا قعدت في الحزب الوطني 11 سنة أنا لم أحضر اجتماع واحد، وأنا رجل صادق، في أي إعداد لأن يكون الأستاذ جمال وريس. وأنا معلن في الحزب وفي الإعلام أن أنا أساساً ضد فكرة التوريث، أنا مع الديمقراطية الحقة، لكن توريث يعني أخذ حكم. يعني لم يكن سيأتي جمال مبارك خلفاً لوليده بأي صورة من الصور حتى لو لم تكن 25 يناير؟ بالقطع ما كانش هيجي بأي صورة من الصور، ولا الرئيس كان هيسمح، ولا القوات المسلحة كانت هتسمح. في السياسة يا سيدي الانطباع يصبح حقيقة حتى لو لم يكن لها برهان، وهذا انطباع خلقه من يريد بمصر انها تمشي في هذا الطريق. هل كان دخول السيد جمال مبارك مجال السياسة ضار بوالده ام مفيد له؟ مفيد جدا، لان هو ادخل، انا ما كنتش هخش الحزب لو ما كانش في تغير وامل عندي في ناس جديده بتخش وافكار جديده بتخش وناس بتقدر تقول الحقيقه وتفكر بشكل علمي ومراحل سنيه مختلفه. انا على عكس ما الناس تقول وعلى عكس ما بيكتبوا، اخر 5 سنين في حكم الرئيس مبارك هي افضل 5 سنين مش اسوأ 5 سنين. وانا في رايي ايضا ان هو ما كانش هينزل انتخابات 2011. اللي حصل ده استباق للاحداث حتى تدخل مصر في الازمه التي دخلتها بعد ذلك. مصر كانت على منصه انطلاق اقتصادي محترم 7.4%، صحيح ما كانش لسه اثر النمو الاقتصادي نزل على الناس، لكن كان قادم، ده بالقطع افضل من الفراغ الذي تم وهروب الاستثمارات الذي تم بعد ذلك. وخلي بالك تونس ومصر الاثنين كانوا على منصة انطلاق اقتصادي كبير، وهم الاثنين اللي بدأ فيهم هذا الأمر. أنا لا أنفي ولا بل أؤكد أن هناك تدخلات مخابراتية كان هدفها إسقاط مصر كما حدث في العراق وسوريا وغيرها والسودان وليبيا، لكن الحمد لله الشعب المصري كان أفضل وأحكم وأقدر، والقوات المسلحة كانت من الحكمة أنها وقفت مع الشعب. يعني إذا لم يكن مبارك سيترشح وإذا لم يكن السيد جمال مبارك سيأتي خلفا لوالده، لماذا لم يتم تهيئة التربة المصرية بسياسيين جدد بحالة من الحراك في الأحزاب؟ بيلاحظ أن كان في تدخلات في الأحزاب وتفجير للأحزاب أيضا، وبالتالي فكيف ستكون ستأتي انتخابات بعد أشهر قليلة، ومين اللي كان هيكون موجود فيها او مطروح فيها؟ صعب انك انت تحكم بعد 12 سنه باثر رجعي، لكن هو بالقطع يعني حزب التجمع ممثلا اليسار كان الدكتور رفعت السعيد موجود في الساحه
وغيره، وحزب الوفد كان أكثر قدرة مما هو الآن. والحزب الوطني كان داخله تيار إصلاحي محترم جدا. عايز أقول قارن ده بالنهاردة هتجد إن ده كان أفضل، لكن هل هو أفضل لمصر كفاية؟ لا، أنا أخذ على كل النظام السابق إن هو لم يخلق البدائل ولم يمنح الفرصة للبدائل، لكن من 25 واحد اللي كانوا في قيادة الحزب الوطني أنا أقدر أقول لك بأمانة إن كان فيه على الأقل 10 يصلحوا لأنهم يكونوا مرشحين رئاسيين. ما هماش من اللي بنسميهم أولد جارد، الحراس القدامى، لكن أنت بتتكلم على محمود محي الدين، وبتتكلم على رشيد محمد رشيد، وبتتكلم عليا، وبتتكلم على غيرنا. لا، كان في ناس محترمة جدا وكوادر سياسية وتقنية قادرة ان هم يكونوا اطراف في العملية السياسية. قولي النهاردة في ايه؟ هل دخول رجال الاعمال مجال العمل السياسي ضار ام مفيد؟ بص، انت لا تستطيع ان تمنع مواطن ان هو يخش العمل السياسي، لكن تستطيع أن تمنع تضارب المصالح. الخطأ اللي اتعمل واللي مش مفروض نكرره هو لما يتعرض عليا أن أنا أكون وزير صحة وأنا أملك واحدة من أكبر المستشفيات وشركة تأمين صحي. لا، ده تضارب مصالح، مهما قلت هيبقى تضارب مصالح. لكن هو أنا راجل كويس؟ أنا راجل كويس في عرفي يعني. هل محمد منصور مش راجل كفء؟ راجل كفء وذكي وقادر، لكن لما حط وزير نقل وهو وكيل منتراك ده مش صح له. فأيوة، حاتم الجبل وزير صح، حاتم الجبل وزير صح. هي الفكرة ورشيد، ان احيانا بتبقى السلطة السياسية قصدة انها تخلق تضارب المصالح في لحظة ما، او ده اللي انا اكتشفته بعد كده. وإلا ما كان بيتعرض عليه وزير صحة ما يتعرضش عليه وزير تعليم، وانا في الاحوال كلها كنت برفض. لكن هي الفكرة انك لما تحط الانسان في تضارب مصالح مهما كانت نيته الانطباع بيبقى سلبي. لكن دي كلها كانت ناس وزراء شاطرين جدا وقادرين جدا وبجد يعني ممكن ياخدوا البلد الى مرحلة افضل. لكن خلق تضارب المصالح في السياسة قد يكون احد اهداف من يريد ابعاد رجال الاعمال، ولكن صنع القرار هو الذي كان في يد كل شيء. صح، قلت لك ان ده خطأ استراتيجي. ايه تفاصيل لمحاولة اغتيال عمر سليمان؟ لا علم لي بها اطلاقا، فلا استطيع التكلم عما لا اعرف. لن تعرف بها في خلال 25 يناير او حد كلمك عنها نهائيا؟ فانا ما اعرفش، لا استطيع التحدث عما لا اعلم. ما الفرق بين الحزب الوطني والاحزاب القائمة حاليا؟ انت ما عندكش حزب حاكم. الحزب الوطني كان حزب حاكم بصحيح، انت اقدر اطلع لك وثائق سياسات في كل نمط من انماط الحياة. وعلى فكرة اغلب سياسات الحزب الوطني اخذ بها بعد ذلك باشخاص موجودين في الحزب الوطني لكن اتوزعوا في الحكومة. يعني هي الفكرة ان احنا لازم نعرف ان مصر ولادة. لما الحزب الوطني عيب او قضيته الأساسية ان هو في نهاية الامر كان مرتبط بشخص، الرئيس مبارك، فلما وقع الشخص انهار الحزب. لكن في نهاية الامر انت اول ما شلت الحزب الوطني بتكويناته من المعادلة انت سلمت الاخوان البلاد على طبق من فضة. ما هو لازم يكون في مؤسسات شعبية. الحزب الوطني كان فيه من الإخواني للليبرالي، وكان جواه من اليساري إلى اليميني، وكان أغلبه أسر مهمة جدا موجودة في القرى والريف. هم دول راحوا فين؟ دخلوا الأحزاب اللي انت شايفها دلوقتي، هم موجودين برضو لكن موجودين بأشكال أخرى. هم الوزراء اللي عندك دول جايين منين؟ أغلبهم كان كوادر في الحزب الوطني. الفكرة إن, إن, إن التصرف مع كتلة الحزب كان تصرفها في رأيي غير سياسي وغير مكتمل.
إذا كان الحزب الوطني كان يعني ممتلئ بالكوادر والكفاءات، لماذا كان في نوع من التضييق على الأحزاب الأخرى ومحاولة خطأ الهيمنة الدائمة على الوضع؟ خطأ السياسي. سياسي، خطأ سياسي لا يغتفر. ولو شفت تصريحاتي في 2009 و2010 تلاقيني كنت بقول نفس الكلام ده، إن هو من مصلحة الحزب الوطني إن يكون في معارضة قوية وإن يكون في أحزاب أخرى، وإن ما ينفعش التضييق على الرأي المعارض. ده وجهة نظري وما زالت هي وجهة نظري النهاردة، لكن أنا كنت بأرى الإصلاح من داخل السلطة الحاكمة، وأنا ما زلت أرى أن مصر لا يتم التغيير فيها إلا من الداخل وليس من الخارج. ده وجهة نظري، جايز أكون مخطئ. تعليق على الوضع الاقتصادي. هقول لك إيه، طبعاً إحنا لم يحدث في تاريخ مصر وضع اقتصادي بهذا السوء، وهناك قلق شديد جداً. لكن أنا عايز أقول إن مصر أكثر قدرة مما يظن الناس. أنت النهاردة في أدنى مستوى إنتاجي، أنت لما حركة الاقتصاد بتلف والإنتاج يطلع والقطاع الخاص ياخد دوره تخرج من المأزق اللي أنت فيه. الحكومة قالت قرارات اقتصادية أنا شايفها كلها كويسة، بس هي لا تنفذ ولا تطبق. زي ما قلت لك في الأول، نحن نقول ما لا نفعل. مثل ماذا القرارات التي اتخذت ولم تطبق؟ إن مثلا إنك تدي الحرية للقطاع الخاص للاستثمار، إنك أنت تضمن للمستثمر الأجنبي إنه يقدر يخرج فلوسه، إنك ما تعقش حركة الشركات والاستثمارات المصرية. أنت المستثمر لما يبص داخليا ويلاقي ان المستثمر الداخلي المصري مش قادر، يعني مكبل بالقرارات الحكومية والضرائب اللي بتتغير والمسائل المعوقة له، وان هو متهم في جميع الأحوال، يجي لك ليه؟ هو بيختار ما بين مصر وما بين النهاردة السعودية والخليج وغيرها، هو بيجي للمكان اللي فيه تيسيرات في إطار القانون. ما حدش عايز حاجة برة القانون، لكن إحنا حقيقة الأمر اللي أنا قلقان منه أن أجهزة الدولة هي المستثمر الرئيسي في البلد. ده أنا نفسه اللي أسقط الاتحاد السوفيتي. سيبك، إحنا بنسمي أجهزة الدولة إيه؟ بنسميها مؤسسات قطاع عام، ولا بنسميها مؤسسات حكومية، ولا بنسميها مؤسسات القوات المسلحة؟ هي في نهاية الأمر ملكية عامة. الملكية العامة دي تاريخيا وقعت. احنا بنكرر ليه نفس الخطأ تاني؟ المستفيد من شكل الاقتصاد المصري النهاردة هي مجموعات ناس وليس الوطن، ويجب على الدولة أن تتخارج تماما من منافسة القطاع الخاص اللي هو أساس التنمية. رؤية السعودية رؤيتها 2030 ان القطاع الخاص يبقى من 60-70% من الاستثمار. احنا كنا 70% من الاستثمار، بقينا النهارده حاجة و20%. خطأ استراتيجي. والخطأ الاستراتيجي الثاني هو وجود مؤسسات اقتصادية مالية خارج الموازنة. وجود مؤسسات خارج الموازنة يعني ما بتتحاسبش من البرلمان، يعني ما اقدرش احكم اولوياتها. واللي يقول لي ايوه هي خارج الموازنة عشان ايسر وانتوا زعلانين ليه، لا، هي الاراضي بتاعت مين؟ الاراضي بتاعت الشعب. ما فيش حاجة تخرج برا الموازنة، كل الدخل يبقى متشاف وكل الانفاق يبقى متشاف. نمرة ثلاثة، الاولويات. وانا النهارده لما يبقى في ايدي استثمار او مبلغ مالي استثمره في ايه؟ انا مش بنتقد الاستثمار في البنيه التحتيه، على فكره انا شايفه صح، ومفيش دوله هتنمو اقتصاديا من غير بنيه تحتيه مظبوطه. لكن انا بنتقد عدم الشفافيه في الانفاق اللي مش فيهوش حسابيه وارتباك الأولويات. وأنا عايز إيه قبل إيه؟
أنا في رأيي بعد الفترة الانتقالية كان يجب الإنفاق ببزخ على التعليم والصحة. نهرو قال مقولة شهيرة سنة 58: نحن دولة فقيرة جدا لدرجة أننا يجب أن ننفق ببزخ على التعليم. الآن مصر يعني تستطيع أن تنفق على التعليم والصحة؟ طبعا. سيكون المخرج بعد ربما 10 سنين أو حتى بعد جيل. بس هو زي ما بيقولوا الخطوة الأولى هي أنك يعني أكرر كلامي تاني. أنا لما أبص على سياسات التعليم مفيش فيها عبقرية، مفيش فيها يعني إن إحنا هنعمل حاجة ما عملناش غيرها، لا دول أخرى عملت. ولما أبص على السياسات اللي كانت موضوعة من أيام الحزب الوطني وأيام ما كنت رئيس لجنة التعليم في البرلمان ورؤية مصر 2030 أجد إن إحنا لا نطبق ما نقول. فأنت عمال بقالك عشرات السنوات بتتكلم على التعليم، والتعليم في رأيي إن إحنا في أدنى مراحل التنمية الإنسانية. عيب، لا يصح، مفيش بلد هتقوم من غير طفرة في التعليم، وإنت عندك فوق 60% أطفال وشباب، يعني عندك إمكانية جبارة. السؤال الأخير يا دكتور، يعني أنت ليك تصريحات بتقول أن ما يحدث في مصر كأنه أقرب ما يكون إلى المؤامرة. أولاً ما عدتش مؤمن بحاجة اسمها مؤامرة، أنا مؤمن بأن هناك من يخطط وينفذ. لما تشوف بروتوكولات حكماء صهيون هتجد أنها بتتنفذ النهاردة، لما تشوف سايكس بيكو هتلاقيها بتتنفذ النهاردة. دي مش مؤامرات، ده خطط. هل مصر القوية الناهضة الغنية خطر على العالم الغربي اللي عايز يتحكم في الثروة بتاعت البترول والثروة بتاعت البشر؟ أيوه خطر. وأنا من داخل رؤيتي لما كنت في لحظة حاسمة 2011، لا طبعا المخابرات البريطانية والمخابرات الإنجليزية كانوا عايزين سقوط مصر في يد الإخوان وانهيار مصر زي العراق. اللي النهاردة انت بتسمع ان ياه ده ما كانش فيها أسلحة دمار شامل، طب والملايين اللي ماتت دول مين يتحمل مسؤوليتهم؟ وسوريا اللي كان الراجل عدو الجميع دلوقتي بنسلم عليه، ومين اللي خلق داعش؟ ومين اللي خلق حماس؟ ومين اللي دخل في أفغانستان أنفق تريليونات الدولارات وخرج مسلمها الطالبان برضو؟ هل إسرائيل حضور في المعادلة؟ طبعا بالقطع حضور كبير. وانت النهاردة لما العرب كلهم قطعوا مصر عشان عملوا معاهدة حرروا فيها سيناء زي الواقع النهاردة، لا إسرائيل موجودة في كل حتة وبتحقق كافة أهدافها. أنا قلقي بقى إن هم أهدافهم القادمة حفر قناة موازية لقناة السويس والتحكم المطلق في التكنولوجيا والعلم في هذه المنطقة. خلوا الفلوس معاك وإحنا هناخدها بس إحنا هنبقى حكام المنطقة. أنا شايف المؤامرة شاملة. مين اللي يقدر يقف أمام هذا؟ الشعب المصري، الشباب المصري، العلم. هل الفساد في العالم العربي قابل للعلاج ولا أصبح مستعصي وغير قابل؟ ما فيش حاجة مستعصية للعلاج، كل حاجة في الدنيا ممكن معالجتها. هل في إرادة؟ أنت جيت للسؤال الصعب. لما تكون هناك إرادة سياسية كل حاجة بتتحل، لما يكونش هناك إرادة سياسية الأمور بتبقى كما هي عليها. شكرا دكتور حسام. شكرا. عفواً. شكرا.